ختام مشوارنا الصباحي مشاهدينا لليوم مع الأعمال اليدوية. طبعا بكل بيت في قطعة قماش زائدة، ممكن أقمشة، ممكن ثياب، ممكن شرشف قديم، لكن اليوم في قطع ممكن نخيط منها أو نعمل منها منتوجات كتير حلوة. أحيانا نستخدم هاي الأقمشة الزائدة نحن بتنظيف المنزل بالتعزيل، لكن اليوم رح نروح لمشروع كتير حلو مع سيدات سوريا، واليوم مع السيدة مشيرة الزير المتخصصة في تدوير الأقمشة لتحكي لنا عن هذا المشروع الحلو وكيف عم بتقوم فيه. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي وحضرتك من تجمع نحلات سوريا. بالبداية خلينا نحكي عن هذا التجمع وشو مين هن نحلات سوريا. نحلات سوريا أنا بديت معهم 2019، طبعا كانت صدفة لقائي فيهم، بس حبيت كثير الفكرة، حبيت المشروع. كان لقائي بمديرة المشروع دكتورة سحر البصير، بوجه لها تحية كثير كبيرة وبعتبرها الأم الروحية لإلي بكل شيء بكل خطواتي. حبيت فكرتهم، حبيت النتاج اللي عم يشتغلوا، أهدافهم يلي عم يشتغلوا عليها. يعني من لا شيء نحن بنقدر نصنع شيء. تمام، اليوم نحن بنروح دائما لهي الاقمشه، اغلب الناس الاشياء التالفه اللي ما بدنا اياها دائما نحن بنتلفها، ممكن مثل ما ذكرت نستخدمها باشياء ثانيه، ممكن تعزيل تنظيف، لكن اليوم انتم بهذا المشروع الجميل عم تقومي بتدوير هي الاقمشه لتصنعوا منها فعلا قطع جميله. خلينا نحكي اليوم عن نوعيه، وهل في نوعيه وخصائص معينه للقماش اللي بتستخدموه؟ ممكن يكون هو بالي ولا ممكن يكون مستخدم كثير قابل تلف او لا؟ اي قطعه موجوده عندك بالبيت بتقدري تستخدميها طالما هي قابله لانك ترجعي تعيدي احيائها بقطعه فنيه. طبعا اي قطعه موجوده عندك بالبيت ما انا مهدريه، قابله لانها ترجع تتخيط، نعملها بشكل زخرفي. فينا نستخدم اي نوعيه قماش، ما في نوعيه محدده. تمام، ما في، بس في شغلات ممكن مثل ما ذكرتي انه هي ممكن تكون ما بنقدر ان نعيد تدويرها. اليوم رح نستعرض شيء من هذا، ولفتت نظري قطعه اول ما فاتت على الاستوديو اليوم، هي المرايه رح ناخذها على الكاميرا. اليوم هدول الاقمشه يعني اللي صانعه منهم حضرتك، تحكي لنا عن كيف اشتغلتيها وقديش اكلت معك وقت. الاقمشه بالذات جبتها مصاطر، عم جيبها مصاطر من محلات الاقمشه، مصاطر طبعا غير قابله للاستخدام. انا عم برجع بصمم وبصمم هذا التصميم وبرجع بقص وثبت، فعم اشتغل هلق على هذا الطراز من خلال مرحله تدوير الاقمشه. تمام، فيه قطعه معينه داخله شيء من المعدن؟ حشو، لا تمام. خشب خشب، الارضيه خشب تحت المراي، والصياخ هي خشب كمان. هي قطعة القماش هي مخدة، هي كمان مأخوذة من قطعة بلاط قديمة. شو كانت هي هي؟ الأقمشة، بقايا أقمشة موجودة عندي، مثلا من بقايا كنزي، من بقايا شرشف. حلو، ما في ألوان معينة أنت بتعتمديها، أي شيء بتحسي بحب أختار الألوان المناسبة للتصميم، للأكثر التصميم. طيب اليوم خلينا نحكي عن أفضل المنتوجات اللي بتقوموا فيها، شو هي المنتوجات؟ يعني أكثر اليوم الشيء اللي بتشتغلوا عليه أنتم كنحلات سوريا؟ بشكل عام كل شيء بيحتاجه البيت، فينا نشتغل مخد، مفارش طاولة، لوحات زخرفية، اشتغلت مفرش تخت، ما بعرف كان موجود ضمن الصور. هذا او لا؟ عم اشتغل حاليا على تصميم الازياء، بشتغل كروشيه جواكيت وبرجع بطبق عليهم، كمان كانت فكره كثير حلوه. اليوم الكروشيه او الصوف نحن بنقول له اليوم كمان قابل لاعاده تدويره، هل هي العمليه سهله ولا ممكن انه تلاقي فيها شويه صعوبه؟ حسب القطعه الموجوده عندك، اذا كان فيها مثلا اي فتحه بتقدري ترجعي ترتيها بقطعه قماش. تمام، خلينا نحكي شوي عن المنتجات اللي عرضتيها حضرتك بمعرضك بالسويداء. المعرض كان ب 31 ب 11 الشهر الماضي. عرضت كل شيء بيحتاجه البيت من جزادين، من مفارش تخت، مفارش طاولات، لوحات، مخد، كوسترات صغيره بنحتاجها مثلا تحت بريق او على طاوله سفره. هاي القطعة عبارة عن شو؟ خلينا نحكي شوي. فينا نستخدمها كشرشف طاولة، فينا نستخدمها لوحة زخرفية. هي مراحل شغلة
ما هي مراحل الدوره يلي عملتها، دورتي على التدوير الاقمشي، المربعات، التدمري، الزخرفي. حبيت تكون ثلاث مراحل موجوده بقطعه واحده. هاي اللوحة زي بتمثل زي التراثي لنا، هاي القطعة زي الشعبي راح اخذها. هاي بتمثل زي السويداء، طربوش مع بدلة العربي. اليوم كمان هون شو نوع القماش اللي استخدمتي؟ القماش الموجود عندي مخمل الستان، يعني بقايا برداي، بقايا فستان عندك قديم حابه ترجعي تجددي او تحيي من اول وجديد بلوحه. عامله لوحه انا عندي بالبيت بتجمع ثياب اولادي كلهم كمان. كثير حلو، حتى يعني لوحه كثير جميله، بتحسي انه الصوره فيها شيء من الواقع، يعني حتى تمازج الالوان تمام. الشعر، البشره، يعني انه كثير فيهم جماليه. اليوم وقت عم تشتغلي هذا الشيء قديش عم بيكون فيه حب وقديش له فائده اليوم لكثير من السيدات؟ اكيد اكيد، هي الدوره علمتنا كثير كثير نقاط ونقاط هادفه بحياتنا، انه نحن نكون على ثبات براينا، نكون صاحبين قرار. هاي من المبادئ اللي علمتنا اياها دكتوره سحر البصير بمراحل الدورة. نعرف نتخذ القرار، نعرف نكون ثابتين، نبدأ من المركز باتجاه المحيط. قد ايه مدتها كانت هاي الدورة؟ الدورة هي مفتوحة، ما في لساتها موجودة دائما. حسب كل سيدة كيف ممكن، حسب وقتها، حسب وقت السيدة، حسب ما بتقدر تنهي هاي القطعة. أما بشكل عام الدورة مفتوحة. أنا عملت أكثر من دورة، عملت بالمركز الثقافي بجرمانة، عملت عنده بالضيعة بالثورة الصغيرة. والدورات مستمرة، أي ست بتحب تجرب هاي الدورة، الدورات مفتوحة دائما لكل الستات. تمام، اليوم هاي الدورات وأيضا هاي المنتوجات اليدوية قديش هي مهمة بالنسبة لك، بالنسبة لكل سيدة سورية، وخصوصا يمكن بالظروف الصعبة اللي مرقناها، وشفنا كثير سيدات وشفنا حتى صبايا صغار عم يشتغلوا فعلا أعمال يدوية لحتى هنن يسندوا حالهم بهي الظروف الصعبة، وحتى بينبسطوا إنه هنن عم يعملوا شيء. لكن اليوم تدوير الأقمشة فعلا له خاصية مميزة. اليوم أنت من شغلات ممكن إنه أنت تكون نحن بنظرنا انه رح تكبيها او ما بدك اياها، اليوم انت عم تعملي منها قطع فنيه جميله. خلينا نحكي اكثر عن اهميه فعلا المشاريع واهميه عمل السيده بهي الاعمال اليدويه. هذا مشروع بنعتبره مشروع من لا شيء، اي سيده بتقدر تبدا فيه. يعني بديت انا بقطعه صغيره، هلا وصلت لمرحله اني صار عندي مشاركات كثير بمعارض، قادره اني اسوق المنتجات. اي ست بتقدر تبني مشروع خاص بنفسها ببيتها بمجرد شويه اقمشه مع ابره وخيط، ما عندها هذيك اي تكلفه لهالمشروع. بتقدر تبني، تاسس، تساعد نفسها. اليوم هذا المشروع وقت عم تشتغلي فيه انت او اي سيده، وقت عم تخضعي للدوره التدريبيه وانت عم يكون عندك هذا الشيء، انه انت يمكن بلشتي باشياء عندك بالبيت وبعدين حبيتي تدخلي هاي الدوره، وفي سيدات يمكن لسه ما بيعرفوا كيف ممكن يدوروا الاقمشه بيروحوا لهي الدورات. اليوم كمواد اوليه فينا نقول للاقمشه الموجوده بالبيت، يمكن انت بدك تحطي لها شويه اضافات، هل في صعوبه بهدول الاضافات انك تامنيهم، او في ممكن غلاء باسعارهم، او يمكن شغلات بسيطه هي ممكن ترجع للقطعه اللي انت عم تشتغليها؟ يعني مثل فكره المرايا عندي، عم اضطر اني اشتري مرايا، اشتري الخشب، اشتري الاسلاك. بباقي الاشياء فيك انت من موجودات البيت تقدري تصنعي. احيانا فيك تستغني انك انت ما عندك قدره انك تشتري اشياء من برا، فيك من البيت تصنعي كل هي من موجودات البيت بتقدري انت تصنعي. طيب اليوم اذا بدنا نروح لموضوع التسويق، تسويق لبضاعتكم، في ناس بتشتري مصنوعاتكم اليدويه وخصوصا بالسوق يمكن العربيه مو بس المحليه، خلينا نحكي عن هذا الشيء. مشاركاتنا باغلب البازارات او المعارض هي عم بتكون كتسويق للمنتجات، يعني عم تعطي فرصه كبيره للمنتجات وللناس تاخذ فكره اكبر عنها. يعني في ناس كثير لهلا بتجي على المعرض بتستغرب انه تدوير اقمشه او شو يعني تدوير اقمشه، فلما بتشوف المعارض والمنتجات الموجوده في اقبال عليها لكن قليل. وبالنسبه للتسويق، التسويق يعني ان شاء الله مع الايام راح يكون في تسويق،
ضمن البلد وخارج البلد. إن شاء الله يا رب، أكيد بنتمنى لكم دائما التوفيق والانتشار. اليوم هي اللي بإيدي هي المراية، مصنوعة كمان من الأقمشة. اليوم قديش عم تشوفي في إقبال على هذا الشيء اليوم أنت، خصوصا بهيك أقمشة أشياء بسيطة أنت عم تصنعي هذا الشيء؟ في كتير أشخاص بيحبوا هذا الشيء فعلا، تحسي حتى الشيء قريب. تمام، في إقبال كتير حلو عليهم. شو الأكثر الأشياء اللي حسيتي فعلا عليها أقبال وخصوصا بمعرضك بالسويداء؟ التكايات المخدعة بتكون مرغوبة كثير. هاي اللي شفناها ولا تحت هدول التكايات؟ هدول مقاطع من بيت دمشقي. هاي هون؟ هاي واللي تحتيها. هاي مقاطع؟ أي مقطع واجهة لبيت دمشقي. هاي مخدة. مخدة كثير حلوة كمان، بناخذها على الكاميرا. يعني فكرتها يعني كثير جميلة. عم نحاول ندخل التراث، كل شيء قديم عم نحاول. في كثير أشخاص بيحبوا القصص التراثية أكيد اليوم، بيحبوها دائما تكون موجودة ببيوتهم. هي كأنها مصنوعة من الجينز، فيها شيء داخلها من الجينز. جينز مع المخمل، أكثر من نوعية قماش داخل فيها. اليوم كثير في أشخاص بيتلفوا الثياب الجينزات اللي عندهم بعد فترة معينة، ممكن الموديل ما بقى يحبوه ممكن أكيد. فبيروحوا لقصص يعني التدوير. كثير ستات كانت تحكي إنه نحن عم نرمي هاي الثياب أو عم نعطيها لحدا مثلا، صار عندها فضول إنه تشتغل فيها. طب اليوم إذا بدنا نروح بالنسبة للدورة بعد ما نهيتيها أنت وأيضا نحلات سوريا اللي ما بيتوقفوا عن العمل، اللي فعلا هنن خلية نحل، اليوم حضرتك وقت خلصتي هي الدورة أنت والسيدات اليوم اللي عم بيقوموا فيها وبديتوا تشتغلوا بهي المنتوجات، رحتوا لمعارض، قديش هذا الشيء ما عطاكم عامل تحفيزي وأيضا منافسة بينكم أنتوا السيدات؟ أكيد المنافسة عم بتكون، نحن شعارنا الواحد أنه إيد وحدة. ولما شبهتنا الدكتورة بنحلات سوريا نحلات العسل، أكيد ما كانت غلطانة لهالموضوع، لأنه بنشتغل بتقنيات مختلفة بس بهدف واحد. اليوم دائما لازم يكون في شيء ميازة، عم بيكون في منافسة، بس دائما المنافسة عم بتكون عم تعطينا تحفيز أكبر لأنه نكون أحسن. حضرتك كتحفيزيا اليوم بتحبي دائما يكون عندك بصمتك، كل سيدة اليوم بتحب تكون في ما تاخذ او ما يكون في تقليد، اليوم انت بصمة مميزة عن السيدة الثانية، هذا الشيء كثير مهم. اكيد اليوم نحن بدنا نتشكرك وايضا نتشكر كل السيدات وايضا تجمع نحلات سوريا، هدول السيدات اللي فعلا عم يثبتوا وجودهم وكل الصبايا اللي فعلا عم بيقوموا بمشاريع واعمال يدوية لحتى يثبتوا جدارتهم انه هنن بيقدروا وايضا يعينوا حالهم بهي الظروف الصعبة اللي عم نعيشها. بدنا نتشكر حضورك معنا، شكرا لك، نتمنى لك التوفيق. الله يسعدك، شكرا لك، شكرا لك. اهلا وسهلا فيك.